اهلا بيكم في فيديو جديد من قناتكم بي كرييتيف، قناه اللي هتساعدك انك تبقى جرافيك ويب ديزاينر. في الفيديو ده هنعرف مع بعض ازاي نعمل فيسبوك كفر فيديو باستخدام برنامج ادوب بريمير. يلا نبدا. وبسرعه ندخل على جهاز الكمبيوتر، واول حاجه عملتها انا دخلت على الفيسبوك هيلب عشان خاطر اعرف شويه معلومات عن الكفر فيديو اللي انا عايز اغيره. فبيقول لي هنا add or change your cover video to add or change your page cover video go to your page كليك الايكون ديت ماشي تمام. هنا ادي البانر وادي هنا هضغط على الايكون هنا وابدا اغير الفيديو بتاعي وابدا اعمل هنا choose from video من الفيديوهات اللي انا هعمل لها ابلود. طيب اوكي، اهم حاجه هنا في الموضوع كله ان هو select choose from video ماشي to use video you have already uploaded، يعني انت هتستخدم فيديو انت already رفعته على البيج بتاعتك. keep in your mind، حط في دماغك بقى ان انت الكفر فيديو ده should be at least يعني على الاقل المساحة بتاعته تبقى 820 في طبعا ده الويتس وده الهايت في 312. طيب افضل حاجة ايه؟ كمان في حاجة مهمة وبيقول لك ان هو لازم يكون على الاقل 20 ثانيه ل 90 ثانيه، يعني ما يقلش عن 20 وما يزيدش عن 90 ثانيه. خد بالك عشان كده الفيديو هيترفض لو انت رفعته اقل من 20 واكتر من 90. طيب for best result، لافضل نتيجه انت اختار المساحه ديت 820 في 462. تمام، يبقى انا كده هفتح البريمير واعمل الويتس والهايت دوت. يبقى انا كده هفتح البريمير واختار الويتس دوت، هعمل هنا كنترول سي واجي هنا على البريمير هقول له نيو بروجكت، هسمي البروجكت بتاعي مثلا فيسبوك كفر، هختار اللوكيشن اللي انا هسيف فيه، هاجي هنا واعمل سميه اف بي كفر، انتر، سيف، سيلكت فولدر. اوكي كده انا عارف انا عملت البروجكت بتاعي وسيفته في فولدر. يبقى ناقص ايه؟ ناقص دلوقتي ان انا ادخل اعمل سيكونس. sequence هو اللي هيبقى فيه المساحة اللي انا قلت لكم عليها دي. file new واجي هنا اختار sequence او control n، هاجي هنا من setting واختار custom واجي هنا من الفريم سايز هعمل بيست طبعا 820 في 462، هاخدها copy واجي هنا واعمل بيست، والبكسل هخليها سكوير بكسل واجي هنا واقول له اسم السيكونس ده اف بي كفر. اوكي تمام، ناقص بقى ان انا هنا اضغط دبل كليك او اجي من هنا فايل امبورت واجيب الفوتج بتاعتي انا حاططها هنا في الداونلود. سي مثلا هستخدم الفيديو ده والفيديو ده والفيديو ده واعمل اوبن. انا هنا واقف على السيكونس بتاعي، اتاكد هنا من النيم بتاعه اف بي كفر، هاجي مثلا على اول فيديو دوت واخده دراج دروب. طبعا الرساله اللي ظهرت لي الورنينج ديت بيقول لي الكليب دوت داز نوت ماتش ذا سيكونس سيتنج. طبعا مساحه الكليب دوت 1920 في 1080 يعني فول اتش دي، طبعا مساحة السيكونس بتاعي اقل، فبيقول لي مفيش ماتش، مفيش تطابق ما بين مساحة ده وده. هتعمل ايه؟ هتعمل تشينج سيكونس سيتنج، يعني هترجع لل 1920 اللي هي مساحة الفيديو ده، ولا كيب اكزيستن؟ فانا اقول له كيب اكزيستن. تمام، فهاجي كده هعمل بلاي، هلاقي ان الفيديو طبعا مش كله ظاهر. اتحرك بس كده ثواني، فهعمل هنا بس كده اتحرك بالسايز ديت عشان اكبر شويه شكل الفيديو بتاعي، واجي هنا اقف هنا على الافكت كنترول واجي هنا على السكيل وابدا اعمل سكيل للفيديو عشان خاطر بدل ما هو 100% يصغر شويه معايا. هو اقف هنا كده واتحرك بالسهم زي ما انتم شايفين الفيديو بيصغر معايا. تمام كده انا شايف ان الحجم ده مناسب، وممكن اضغط هنا كده واعمل بلاي. تمام كده اول 8 ثواني. ممكن ناخد بقى الفيديو اللي بعديه برضو نفس الحكاية واخده هنا دراج دروب
طبعا زي ما انتم شايفين برضو الفيديو كبير، ممكن اقف هنا عليه واجي هنا اوتوماتيك واقوم مثلا كاتب مثلا 40 او 50، تمام كده مناسب. وطبعا ممكن اتحرك فيرتيكال او هوريزونتال، والمسافة اللي ما بين الفيديو والتاني ديت باجي اعمل رايت كليك هنا واقول له ريبل ديليت، فبيبقوا ايه حاجة واحدة. واقدر اعمل هنا كده ارجع واشغل تاني البلاي هيد. شوف بس الاول انا وصلت كام، انا كده وصلت 24 ثانية تمام. ممكن اجي هنا مثلا في الجزء ده، ممكن اجي هنا من جرافيك نيو لاير واختار هنا تكست واجي اكتب مثلا هنا بي، بس خليها كابيتال بي كرييتيف، واضغط هنا على السليكشن و ابدا اختارها هنا. وممكن طبعا اتحكم في الاوباسيتي بتاعتها، وهنا ممكن اختار الفونت مثلا ممكن يبقى ميريت برو، وبدل ما هو 100% اصغره شوية. وممكن اقف على التكست هنا، وممكن اجي هنا اعمل مثلا في البوزيشن بتاعي، يعني مثلا هضغط هنا على علامة الساعة، اكبر بس كده المساحة هنا عشان ابقى انا شايف، واتحرك هنا مثلا واضغط تاني على الكي فريم دوت، وبعد كده اضغط هنا على السهم دوت ارجع للكي فريم الاولاني واتحرك بالبوزيشن بتاعي، اخرجه بره خالص. بعد كده اعمل بلاي، تمام. انا كده عملت ايه انيميشن بسيط جدا. هاجي بقى اللقطة التانية ان انا عايز اعمل ريندر او اعمل اكسبورت، فهاجي هنا اعمل اكسبورت ميديا عشان اخرج الفيديو دوت واعمل له بعد كده ابلود على الفيسبوك. هاجي هنا من الفورمات واختار H264 واقول له مثلا ماتش سورس، او اضغط هنا واختار فيسبوك مثلا 720 او فيسبوك 1080. طبعا كل ده هيأثر على السايز هنا بتاعي برضو، تمام. 40 ميجا كويس. ممكن اجي هنا اقول له مثلا يوز ماكسيمم ريندر كواليتي، وطبعا ما انساش ان انا اضغط هنا عشان خاطر اعرف الاوتبوت بتاعي فين هنا في ماي وورك، وابقى عارف انا بسيف فين. وبعد كده اقول له اكسبورت. خلاص كده الفيديو اتعمل له ريندر. هدخل بقى على الفيسبوك، وممكن اجي هنا من فيديوز، هاجي اعمل هنا ابلود فيديو، واجي هنا على الفولدر اللي انا مسيف فيه وسيلكت على الفيديو واقول له اوبن. هاجي هنا في التايتل اخليه كفر فيديو، وهاخد العنوان دوت هنا في الديسكريبشن. طبعا هنا في الجزء الخاص بثمنيل لو انت وقفت عليه زي ما انت شايف هنا بيعمل اوتو جنريت لصور كتيرة، انت ممكن تستعرضها وتختار الصورة اللي انت عايزها مثلا. هو طبعا بيختار لك افضل صورة من او افضل لقطة يعني، فبتسيبها زي ما هي، تمام. الفيديو اترفع اهوت، هعمل نيكست، تمام. بابلش، هيتعمل بروسيسنج وهيظهر الفيديو مباشرة. لو عملت سكرول كده هتلاقي ان الفيديو بتاعك نزل از ابوست، فانت هتيجي بقى من هنا واضغط هنا تشينج كفر، واجي اقول له تشوز فروم فيديو اوريدي، انت رفعت الفيديو ده. هتيجي تقف هنا هتختار الفيديو زي ما انت شايف اتعمل عليه سيلكت اهوت، واقول له كونفيرم. هنا بيقول لي دراج اور ريبوزيشن، تقدر تتحرك او تطلعه او تنزله زي ما انت شايف ان الويتس مظبوط تمام، وحركه بقى ايه بسيطه كده تقدر تطلع. ايوه تمام ماشي خلاص، انا عايز البوزيشن دوت، واقول له نيكست. فزي ما انت شايف جاي مظبوط بالظبط على القد بالظبط. نعمل نيكست، وبرده دي الصوره المصغره، انت ممكن تعمل بابلش، تمام كده يا جماعه خلاص. وطبعا لو انت حاطط ساوند في الفيديو بتاعك بيتاكتف وبيشتغل معاك عادي جدا، بس احنا ما حطيناش ساوند في الفيديو بتاعنا دوت. وبكده نكون انتهينا من فيديو النهارده اللي هو ازاي اغير الكفر فيديو الخاص بالبيج بتاعتي. اتمنى الدرس يكون بسيط وسهل. لو عجبك الفيديو ما تبخلش علينا بلايك، ولو لسه ما اشتركتش في القناه اشترك، قناتنا مهتميه بالفيديو اديتنج واليوتيوب
والويب ديزاين. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.